صباح الخير وتحياتي لكم مشاهدينا متابعينا الكرام، حياكم الله زملائي في الاستديو، وحييكم وارحب بكم في هذه الجولة الجميلة والرائعة من سوق الجبيل. واليوم طبعا بنستعرض وياكم ان شاء الله قسم الاسماك، ونستعرض ان شاء الله شو موجود اليوم عندنا من الاسماك الاوساط، بالاضافة ايضا الى الاسعار. مثل ما تعرفون الان احنا في موسم الصيف مشاهدينا الاعزاء، فعندنا انواع مختلفة من الاسماك، بالاضافة ايضا الى انواع اخرى تقل من الاسماك، وايضا في اختلاف كبير في الاسعار في اللي تنعرض موجوده عندنا، سواء من كانت من قوارب الصيد الصغيره او حتى كانت من قوارب الصيد الكبير. اليوم عندنا ما شاء الله كميه شرم ما نشوف عندنا في هذا الصيرم، وانا مسمينه صيرم السعاده هذا، لانه ما شاء الله اي شيء طري تحصلونه موجود على هذا الصيرم. روبا السلام عليك. السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. ما شاء الله اليوم البياح هذا البياح كبير. وكم السعر اليوم؟ 25 درهم. أيوة. البياح سومه دائما بين 15 هذا راس القيمه 20 25 يعني على حسب هذا، لكن ما شاء الله شرم ما نشوف طري، والبياح العربي معروف طبعا بنقطته هذه اللي موجوده هنا على الشعروفه، فاليوم على 25 يورو 25 درهم اليوم سعر كيلو البياح عندنا مشاهدينا الكرام. وهناك عندنا اليوم بعد ما شاء الله كميه طيبه من اسماك الصافي والاحجام ايضا الكبيره مشاهدينا الكرام، مثل ما نشوف وياكم هنا. طبعا هذه الاحجام تصلح للمشواي، وتصلح ايضا للقلي، وتصلح ايضا ايضا للصالون والشرم ما نقول احنا دائما. واليوم كم عندنا يا روبل؟ صافي كيلو 45 45 درهم. أيوة. للصافي 45 يعتبر الى الان سعر ثابت، انا من فتره كان شويه 55 60 وصل ال 50 وتم ثابت على ال 45، ويت فتره بعد نزل بس الاحجام الصغيره الى 35، لكن الان رجعت الاسعار الى ما هو عليه سابقا. وهنا عندنا ايضا ما شاء الله الجش ام الحلا 30 اليوم 30 اليوم. أيوة. اليوم زيادة. اليوم ارتفع السعر 5 درهم زياده. نعم اليوم ارتفع السعر شوي مشاهدينا الكرام، السوم قبل كان على 20 و25، لكن اليوم ما شاء الله شرى ما نشوف عندنا كميه قليله، وايضا احجام اللي هي تعتبر تحت الوسط وعلى 30 درهم سعر كيلو عندنا جش ام الحلا، ما شاء الله كميه طيبه. وهناك ايضا الحمره كانت على 50، اليوم كم؟ حمره 45 45. أيوة. نعم نزل السوم الى 45 من 50، طبعا قبل اسبوع تقريبا كانت الاسعار ب 50 درهم، لكن اليوم على 45. وطبعا اسماك طازه مشاهدين الاعزاء، شرم ما نشوف ويانا اليوم ما شاء الله اللون ولون العيون وشكل السمكه طبعا يميز وتنعرف ان هي اسماك طازه تبارك الرحمن. وعندنا اليوم الهامور بعد. هامور 55 55 درهم الهوامير. نعم مال قوارب صيد صغيره على 55 درهم سعر كيلو الهوامير. طبعا واللي يتابع مشاهدين الاعزاء فقرتنا دائما يعرف فرق الاسعار، سابقا كان السوم تقريبا على 60 درهم و65، لكن الان نزلت الاسعار شويه وصلت لغايه ال 50 او 55 درهم. وهنا عندنا ايضا تشكيله من الاسماك المميزه الجميله بعد مشاهدين الاعزاء، لان هذه الدكه معروفه يبيعون فيها الخباط، يبيعون فيها ايضا القباب وانواع اخرى من الاسماك، مثل ما نشوف عندنا هني البلطي، وعندنا ايضا ما شاء الله اليوم الفسكره متوفره، وهناك عندنا ايضا اليوم القرفة بس اليوم شو الاحجام ما شاء الله، شوفوا الاحجام اللي موجود اليوم توفرت عندنا في سوق الجبيل، واسماك طازه مشاهدينا الكرام. وطبعا هذه السمكه تصلح للقلي، تصلح لاشياء كثيره ما شاء الله من الطبخات. السلام عليك ابوي، كيف حالك؟ طيب يعطيك العافيه. عندنا بلطي وعندنا فسكره، البلطي هالمحلي ولا المصري هذا؟ لا لا محلي. محلي، يعني. كم اليوم؟ اليوم كيلو 17 درهم. 17 درهم، قبل السوم 22، اليوم 20، وعندنا ايضا 17 درهم سعر الكيلو. والفسكره كم؟ فسكر كيلو بعد 17 يوم فسكر، فسكر تقريبا من الاسبوع الماضي الى الان السعر ثابت على 17 درهم مشاهدين الاعزاء، وان زاد السعر يوصل 20 22 فقط. وهناك عندنا ايضا القرفه اليوم. القرفه اليوم 25. 25 درهم للقرفه، ما شاء الله، سومها قبل على ال 20 على ال 18، لكن اليوم سعرها شويه مختلف على ال 25 درهم مشاهدين الاعزاء بالنسبه للقرفه. القرفه طبعا سعرها يعتمد على الكميه بالاضافه ايضا الى الاحجام، اذا كانت الاحجام الصغيره حتى يوصل السعر لغايه ال 12 درهم. وهني عندنا بعد اليوم ما شاء الله الزبيدي، خبرنا عن الزبيدي ابوي كم واصل الحين؟ الزبيدي اليوم كيلو 60 درهم. على 60 الزبيدي، على 60 درهم الزبيدي. والقباب اليوم كم ما شاء الله؟ قباب اليوم هذا صغير كيلو 17 17 درهم. هنا. ما شاء الله 17 قبل السوق على ال 25 اليوم على 17 درهم مشاهدين الاعزاء. والكبار كم واصل سعره؟ الكبار اليوم 25 25، نعم الكبار اليوم على 25، والصغار كان سومهم قبل 25 23، لكن الان نزلت الاسعار شويه بالنسبه لاسماك الكباب مشاهدينا الكرام. وهنا عندنا ايضا ما شاء الله دكه ثانيه بعد فيها من الاسماك اللي متوفره اليوم من الكباب الصغار والكبار والزبيدي متوفر اليوم بعد ما شاء الله. وهناك شو عندنا؟ هذه بعد خيل بحر ولا شو عندنا؟ سلام كيف حالك؟ شنعد عندنا هنا؟ خوز الكيس شويه، خوز الكيس.
ما شاء الله شوفوا حجم الكنعد اللي وصل الان وتم تقطيعه ما شاء الله مشاهدين الاعزاء. كم سعر الكيلو اليوم؟ سعر الكيلو 50 درهم اليوم. على 50 60 65 70 ما شيء. لا على 50 ما شاء الله اليوم على 50 درهم عندنا الكنعد مشاهدين الكرام. وهني عندنا ايضا قطع من خيل البحر بعد اليوم توفرت عندنا ما شاء الله هالكميه. كم خيل البحر اليوم؟ خيل البحر 35 درهم. 35 والسجل؟ السجل 45. 45 السجل على 45 درهم اليوم عندنا السجل مشاهدينا الكرام ما شاء الله. طبعا الكنعد تو وياي الحين بتم تقطيع مشاهدينا الكرام وفي بعد شراية يتريون اصلا من يخلص على اساس ياخذون القطع المميزه المفضله في هذه الاسماك الجميله. طبعا مثل ما خبرناكم دائما تبغي القطعه كامله تبغي سمكه كامله تروم تاخذها تروم تاخذ ايضا المقطع من انواع مختلفه من الاسماك مشاهدينا الاعزاء. وهني عندنا ايضا شرم ما نشوف عندكم اليوم ما شاء الله الفسكره توفرت عندنا على بعض الدكات والسعر اليوم مثل ما خبرناكم على 17 درهم. والفسكرة طبعا من الأسماك أيضا اللي عليها الطلب والمرغوبة كثيرة سواء من المواطنين أو حتى المقيمين وأيضا الجاليات الأخرى اللي موجودة عندنا في دولة الإمارات. هنا عندنا أيضا البياح بس هنا أظن بيكون سعره شوية أقل. كيف حالك بيه؟ كيف حالك؟ البياح كم واصل اليوم؟ 20 درهم على 20. هناك الكبار 25 هاي للوسط على 20 وهني الحمرة؟ الحمرة 25 25 درهم. وعندنا أيضا اليوم اسماك الشعري طبعا فصيله السولي ما شاء الله. السولي كم اليوم؟ سولي 20 درهم مالطره على 20. نعم مال قوارب الصيد الصغيره السوري. والسوري مشاهدين الاعزاء في ناس بس تدور الشعري تاخذ الشعري اللي هو شعري العربي او تاخذ الشخيري لكن شوفوا اللي ما جرب السولي السوري شوفوا بالذات يوم تيكم سمينه شوفوا ما شاء الله من الذيل الى هنا طبعا ما شاء الله سمينه هذه سمته وتصلح للشوي وتصلح ايضا للمرق تصلح للقلي لكن سمكه صراحه فنانه بلحها طيب وابيض. فاللي ما جرب السولي معتمد بس على الشعري والشخيلي عندكم بدائل اخرى موجوده مشاهدين الاعزاء مثل هذه السمكه وعليها الطلب صراحه. يعني انا الحين قمت اشوفها بكثره في سوق الجبيل سابقا كانت موجوده لكن الاحجام الصغيره لكن الان صار عليها الطلب فحسب كذا متوفره. واليوم كم سعرها هذه ابوي قلنا السعر؟ كيلو 20 على 20 الكيلو على 20 درهم. وهني عندنا ايضا الفسكره مثل ما خبرناكم اليوم سعرها طيب على 17 درهم للكيلو. اسماك سمينه نعم ما شاء الله اسماك سمينه وتعرفون السمكه السمينه طبعا المشاهدين الاعزاء من ذيلها شوفوا ذيلها ما شاء الله من الذيل حتى هذه سمكه السولي يبغى تعرفونها اذا كانت سمكه سمينه تشوفون الذيل والهوامير ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا بعد كم اليوم؟ 40 درهم اليوم على 40 شل فوق شوي تنزيلات شل فوق اليوم على 40 درهم. عندنا الهامور ما شاء الله طبعا هذه الكميه وهو واصله عندنا من قوارب صيد الصغيره وايضا قوارب صيد الكبيره لكن هنا مثل ما نشوف ما شاء الله كم كيلو تقريبا هذا؟ اربعه؟ ستة ما شاء الله ستة كيلو تقريبا عندنا في سمكة الهامور هذه اللي توفرت اليوم. وهذا شو عندك سبريم بعد؟ نعم سبريم أيضا وصلت كمية عندنا. نزل أبوي نزل بارك الله فيك. طبعا سبريم الكبار هذه اللي نتكلم عن 600 جرام وطالع يعني توصل لغاية 900 800 أحيانا توصل أيضا للكيلو وحين على 40 درهم ها؟ على 40 حاليا كيلو 40 درهم سبريم مال تونس سبيشال هذا عندنا هنا الأسماك ما شاء الله تونس من تركيا وعندنا ايضا المحلي يتوفر احيانا مشاهدينا الكرام واليوم على 40 درهم. والسيباس كم عندك؟ سيباس 52 52 مال تركي نعم سيباس على 52 درهم اليوم. طبعا السيباس عندنا احجام مختلفه الكبار والصغار يختلف سعرا مشاهدينا الاعزاء. بننتقل وياكم ايضا الى دكات اسماك السالمون لعشاق السالمون اللي يبغوا يعرفون اسعار السالمون هل هي مثل ما هي ثابته ام الاسعار هذه تغيرت شرم ما تعرفون احنا من فتره دوم يعني نمر عليهم اساس نعرف هل في تغيير ولا لا لان جتنا فتره وصل سعر السالمون الكيلو ما شاء الله لغايه ال 140 درهم والكبار وصلا لغايه ال 70 و 75 سواء بغيتوا المقطع او حتى الاسماك اللي هي موجوده عندنا بالاحجام اللي هي 3 كيلو او كيلوين ونص من غير 3.5 و 4 كيلو. فاروق سلام عليك. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. اول شيء الحمد لله على السلامة. ايوه. يعطيك الصحة والعافية، الحمد لله الله يخليك. طبعا فاروق كان أيوة. مسافر ورجع الحين أيوة رجع. في السوق، خبرنا عن الاسعار، تغير السعر ولا ما تغير؟ لا الحين زين سالمون الحين. نازل؟ اي نازل. انزين يلا قول لي. 65 الحين 60. اول؟ صغر اي وسط، اول 65. يوم انت مسافر وصار 62 بعد. 62 بعد. وحين 63 بعدين يجي 60. الحين 60 65 بعد الحين 50 زين حط وحده على الميزان خلينا نشوف كم بيطلع سعرها هذه بالوزن نشوف ما دام انه نزل السعر الى 60 درهم خلينا نشوف وياكم هذه فيها تقريبا قريب ال 3 كيلو هي 177 ونص ما شاء الله تبارك الرحمن نزل جزاك الله خير وعندنا الكبار على كم هنا بيظهر سعره نشوف الحين 68
ثمانية أول 70 إيه الحين 68 68 درهمين نزل عندك. إنزين وش رايح كم حاليا؟ شراي أول 130 الحين 110 110 حاليا 110 دراهم بالنسبة للشرايح هذه. طبعا شرايح جاهزة منظفة من أسماك السالمون. طبعا هذه من هذه القطعة شوفونه القطعة اللي تكون قبل الذيل وآخر نص البطن وأيضا آخر الذيل. وهذه على كم الآن فاروق؟ قلنا على 130 أول 130 أهلين 110 110 عفوا 110 دراهم بالنسبة للأسماك هذه الموجودة عندنا من السالمون الحين ب 110 يعني الحين القطعتين كم يطلع سعرهم تقريبا؟ ممكن يجي 110 115 110 إلى 115 كيلو شوي فوق كيلو شوي تحت تقريبا. انزين هناك عندنا أيضا الهامور. كم عندنا الهامور؟ أول 75 أهلين 70 الحين ب 70 أيوه 70 درهم اليوم 70 عندنا درهم سعر كيلو عندنا الهامور. طبعا هذه القطع الكبار مشاهدين الاعزاء والاسماك كبار الكبيره أيوة. اللي ما يبى ياخذ يعني سمكه الهامور كامله ياخذ هذه القطع. وايضا عندنا هناك الكبار شرم ما نشوف وياكم. وهنا عندنا ايضا فصيله اخرى من السالمون. طبعا هذا كم بعد؟ هذا يجي كيلو 20 درهم على 20. هذا رخيص شويه. ايوه رخيص هذا. انزين هذا على 20 درهم مشاهدين الاعزاء. هذه الاسماك اللي موجوده عندنا اليوم توفرت في سوق الجبيل من السالمون. طبعا عندنا النرويجي وعندنا ايضا من دول اخرى. فدائما يتجدد او تتجدد هذه الاسماك الموجوده عندنا في سوق الجبيل مشاهدينا الاعزاء. ونحن مستمرين معاكم ان شاء الله. ما تشوفون الان ما شاء الله اقبال كبير على سوق الجبيل سواء دكات القوارب الصيد الصغيره او حتى الاسماك اللي هي موجوده عندنا الثانيه. الحين بندخل وياكم هني عندنا قسم القشريات. بنشوف وياكم هني القشريات شو متوفر عندنا من الاسماك. السلام عليكم، كيف حالك؟ طيبه يعطيك العافيه. ممكن ناخذ وياك لقاء بسيط بس تخبرينا عن اليوم انت متواجده معانا في سوق الجبيل. اعطينا فكره عن زيارتك سوق الجبيل اليوم وشو اللي بتاخذينه اليوم ان شاء الله. والله اول شيء عرفينا باسمك. انا اسمي سندس حلاوي من العراق. ونعم والله. الله يخليك. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. الله يعافيك. شو اخذتي اليوم من الاسماك وشو تسوقتي اليوم؟ والله سوبريم. عندي ايوه. يعني اليوم غداكم مشوي ان شاء الله؟ اي ان شاء الله. تبارك الرحمن. انتم عاد تسوونه مفتوح مثل الكتاب؟ مفتوح مثل الكتاب مثل السمك البني. اي اي بالفرن. اي بالفرن. وعندكم خلطه العنبر. اي اشياء جميله ولا ما تحطون؟ لا لا احط لازم دبس الرمان. دبس الرمان نعم. هاي خلطات خاصه بالجاليه العراقيه مشاهدين الاعزاء. انزين اليوم ايضا اشوفك انا عند الربيان عند القشريات شو ناوي تاخذين ان شاء الله؟ والله اريد الربيان الكبير اللي هو الكبير بلاك تيجر. هذا الاسود هنا؟ لا اللي جنبه اللي عداله اللي له فلاور. اي نعم الفلاور. اليوم بعد بتضيفينه مع الوجبه اليوم ان شاء الله؟ لا بعد هم يعني بعدين اعمل مثلا يعني مثلا مع الرز مع نعم اللي يعشق السمك اليوم بيتغدى السمك واللي يعشق الربيان طبعا بيسوون ان شاء الله وجبه ثانيه. اعطينا فكره عن زيارتك للسوق يعني كيف تشوفين السوق؟ والله جميل جدا. يعني احنا بالنسبه لنا يعني كل شيء موجود كل شيء موجود الحمد لله. ومريتي الاقسام الثلاث ولا لا؟ الحين انا اول مره وبعدين اول رحت قبل اللحم اخذت لحوم ما شاء الله وهسه بسمك وبعدين اروح للخضروات. الله يعطيك الصحه والعافيه. شكرا شكرا جزيلا. بارك الله فيك. والله اني اكثر شكرا جزيلا. شكرا مع السلامه. جزاك الله خير. اذا مشاهدينا الاعزاء بناخذ وياكم الان اسعار الربيان عندنا اليوم. انا اشوف حاطين لوحات انا اخونا جنقير. كيف حالك يا جنقير؟ اول شيء ما شاء الله عطنا لبستر ظاهر اللبستر تبارك الرحمن. شوفوا شوفوا حجم اللبستر اليوم اللي موجود عندنا متوفره عندنا اليوم عند اخونا جنقير. هني اليوم كم السعر عندك جنقير؟ 120 درهم. 120 درهم. 120 درهم اليوم ما شاء الله احجام كبيره اليوم توفرت عندنا عند اخونا جنقير. ها كم كيلو جنقير تقريبا؟ هذا كيلو 700 جرام يجي. كيلو 700 جرام ما شاء الله تبارك الرحمن اليوم. لكن احنا احيانا نحصل الاحجام الاصغر لكن اليوم توفر عندنا هذه ما شاء الله الكميه بالاضافه ايضا الاحجام الكبيره اللي توفرت عندنا. والسعر 120 120 درهم. السعر على 120 درهم اليوم لكيلو لبستر او مربيان مشاهدينا الكرام ما شاء الله. نزل يا جنقير عطنا هنا سعر جامبو الابيض كم هنا؟ هذا 75 درهم. 75 جامبو الابيض اليوم 75. وعندنا فلاور 75. 75 بعد هني التايجر كم؟ 75 درهم اليوم كله 75. لا هذا 3 هاي للكبار يعتبره. انزين عندنا فلاور هنا هذا 65 درهم. على 65 درهم اليوم الفلاور على 65 درهم هني ما شاء الله. وعندنا ايضا النوع الثاني هناك او الحجم الاخر هذا 50 درهم بعد. على 50 ايه؟ على 50 درهم عندنا الفلاور جامبو الابيض ايه؟ على 50. وهناك عندنا التايجر 50 درهم.
على 50 بعد اليوم، يعني جنقير انت مسوي الدتش اليوم 75 و50 ما شاء الله عليك. 45. وهناك اخر شيء 45 اخر شيء عندنا اليوم على 45 درهم بالنسبه لي. ايضا هذه الانواع طبعا من قشريات مشاهدين الاعزاء من الفلاور، وعندنا البلاك تايجر. شكرا جنقير، يعطيك العافيه. إذا متابعينا مشاهدين الأعزاء، نتمنى إن شاء الله تكون نالت إعجابكم هذه الفقرة الجميلة ومميزة التي تكون طبعا فترة صباحية على برنامجكم برنامج صباح الشارقة، وتحية خاصة أيضا لأمهاتنا في البيوت اللي يتابعونا دائما. يعطيكم العافية، ونشوفكم إن شاء الله في حلقات وفقرات قادمة، ومع السلامة.